بالظبط، هو ده اللي احنا جايين لك عشانه يا عم ظريف. اللي هو ايه؟ ان احنا هنستخدم العربية بتاعتك دي لوجو الراعي الرسمي للدورة الرمضانية كبدة ظريف، وهنلزق بقى يافطة كبدة ظريف فقفى المذيع وقفى المشاهدين وقفى البلكونات دي كلها يا عم ظريف، بحيث ان الناس اللي بتشجع وهم بيقولوا زمارة 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 بس. وبعد التشجيع هيبقوا متلخبطين، ايه ده كبدة ظريف كبدة ظريف، هيتوتروا. البني ادم لما بيتوتر بيحصل له ايه؟ بيجوع. ولما بيجوع بيبقى عايز يروح فين؟ يجيب سندوتش. منين؟ كبدة ظريف، لان مفيش غيرها في الحارة. هيجوا العيال عندك ياخدوا كبدة ظريف، انت هتدي للولد السندوتش عليه اتنين سندوتش هدية. اتنين هدية؟ ايوه. طب انا هستفاد ايه؟ هتستفاد انك انت بتهادي الناس. ايوه هدية يا عم ظريف، احنا ناخد الهدية وهو يشتري الرغيف. حلوة قوي قوي، وهكسب ايه انا بقى؟ هتكسب حب الناس يا عم ظريف. تمام. وفي اللحظة دي ممكن نعمل ديليفري. العيال اللي مش قادرين يجي ياخدوا الساندويتش، احنا هنودلهم الساندويتش لغاية عندهم. قولي ازاي؟ ازاي؟ قولي ازاي؟ ازاي؟ لا قولولي انتوا ازاي، انا بسألكم انتوا. انت اللي بتسأل ازاي، مش احنا اللي بنسأل ازاي. هنستخدم العربية دي يا عم ظريف ونحط لها عجل، ونركب الواد حبيب عليها ويروح يودي الدليفري ويرجع راجع من الدليفري. طب ايه رأيك بقى؟ انا مش هشترك في الموضوع ده. خلاص يا عم ظريف، انا خلي العيال بقى يضربوا الكرة في ازاز العربية. مفيش ازاز في العربية. هنركب ازاز في العربية بس، وهنخليهم يضربوا الكرة في وشك بس. بس ده صاحبك يضرب الكرة في وشي؟ احمد بقول لك ايه يا احمد، خد انا عايزك يا بابا. هو استخر ربنا وقال يا رب. يا ولد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت ظريف جميل لطيف؟ ايوه يا فندم، ظريف جميل لطيف عفيف شريف. فين رخصه العربيه دي؟ مسحوبه مني يا فندم. انت جاي تهزر بقى؟ لا يا باشا، انا كنت على كوبري 6 اكتوبر ببيع على الرصيف اللي في النص مياه. عكس الطريق، فقالوا لي ايه ده انت بتبيع عكسي، قاموا ساحبين مني الرخصه. انت واقف مخالف. مش مخالف، انا طول عمري في الحاره واقف في الحته دي. طول عمري واقف في الحته دي يا فندم. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا الفونسو بيه. اتفضل يا دكتور. احمد رمزي رشدي اباظة عبد السلام النابلسي، بحبهم الثلاثه. ده انت ظريف قوي بقى. ايوه ظريف لطيف عفيف شريف. ده بالنسبه لمين؟ ده اسمي يا فندم. اسمك انت؟ اه. مين صاحب العربيه دي؟ انا يا باشا. فين رخصه السواقه؟ سواقه ايه؟ ده عربيه كبده. عربيه كبده؟ انا قايل لك يا دكتور عربيه كبده. عربيه كبده. فين رخصه الكبده؟ مفيش حاجه اسمها رخصه الكبده يا فندم. مفيش حاجه اسمها كده؟ مفيش؟ لا مفيش. مفيش. طيب عايز اعرف نوع ومصدر وطعم الكبده اللي انت بتعملها. يا فندم انا بجيب الكبده من السوق. حلو. اجيبها من المجزر. كويس. اغسلها بميه. اقطعها حتت. حلو. ابتدي احطها في الطاسه. اه. احط عليها الزيت. يا سلام. وبعدين احط توم. يا رايق. والبهارات. حلوه قوي. وبعدين احط ندعه ميه كده صغيره. يا سلام. لو طماطمايه بقى؟ بحط طماطم عليها يا فندم. والبهارات؟ بحطها كل البهارات يا فندم. بتحط ايه في البهارات؟ يا لهوي، كمون وكراويه وكل الحاجات الجميله اللي انت فاهمها. وحبه البركه. وندعه شطه. اه حبه البركه بقى؟ بالظبط. وحبه ميه. ايوه عشان ابلع بقى. وبروح حاططها في سندوتشات وحاطط بقى معاها خيار وطماطم. الله، طب ما حلو قوي. اه واقول للزبون راجل صنايعي بسم الله ما شاء الله. طيب وهل بتبيع السندوتش بكام؟ النص ب2 جنيه. النص ب2 جنيه؟ ايوه. امال لو كده بجد بقى؟ ما هي بجد يا سعاده الباشا. هو المفروض نقول ايه دلوقتي؟ شمع لي يا ابني العربيه دي. اه شمع لي يا ابني العربيه دي. لا يا باشا ده انا غلبان. بابا الحقني يا ابني. ايه ده، انت تعرفه؟ لا معرفوش. ايه؟ اه معرفكش. آه راجل كبير في السن، وقلت اساعده يعني في المنطقه ولا حاجه. طيب المفروض نقول ايه تاني؟ انت نسيت انت كمان؟ خلاص انا هتصرف. في حاجه يا باشا؟ انا عايز اعرف بالظبط انت ليه بتتعامل مع اولاد الحاره بالشكل ده؟ بالعكس انا بتعامل كويس جدا. مع مين يا فندم؟ لا احنا جالنا اخباريه الصبح النهارده من ولد هنا في الحارة اسمه
صفارة زمارة 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 كابتن زمارة. أيوة. بس بس حبيبي بس ايوه ايوه زمارة بتعطلنا دي. ايوه زمارة معاك. الولد زمارة ده. أيوة. الولد ده جانا وقال لنا ان هو هيعمل دورة رمضانية هنا في الحارة. ايوه. واستخار ربنا وقال يا رب انا مش عايز حاجة غير ان انا ابسط الولاد اللي في الحارة. مش عايز ليه تبسط الولاد معاه في الحارة؟ ما هو عايزني ابيع سندوتشات واخد العربيه لوجو. شوف بقى قضيتك دي فيها ثغره صغيره. ايه هي الثغره؟ ابوس ايدك. تنفذ كلام الولد ده لانه ولد محترم ولما جانا لقيناه نواه للطيبه والاحترام. ده عايزني اوزع السندوتشات ببلاش. وفيها ايه؟ وفيها ايه لما توزع السندوتشات ببلاش؟ هكسب ايه انا؟ هتكسب ايه؟ مش قال لك واحد عليه اتنين هديه؟ اه. مش قال لك هيعملوا العربيه دي دليفري؟ اه. انت عرفت منين يا باشا؟ الولد حكمنا على كل حاجه. زمارة. أيوة. خلاص خلاص. وإلا آه. وإلا إيه؟ المفروض ناخد عينة. ناخد عينة. احنا أنا هاخد عينة من الكبدة دي. تاخد عينة؟ آه خد عينة. ناخد عينة. تاخد عينة معانا؟ ناخد عينة. ناخد عينة خلاص. اعمل لنا 10 سجق و10 كبدة. طماطمك بقى ها والتحابيش بتاعتك. تحت أمركم يا فندم. بلاش الكبدة دي. ليه يا حبيبي؟ ما احنا عارفين إن هي كبدة الكلاب. قطط. طيب يبقى نعدي بقى وقت تاني وتكون ماشي سليم وورقك سليم. تحت امرك. الولد زماره ما تزعلوش. حاضر. خلاص. حاضر. لانه طلع قريب كده. طيب. وقريبه ومش هينفع يزعله. لا خلاص. خلاص يلا. عايز حاجه يا عم ظريف؟ يلا سلام. دلوقتي عاملين ايه؟ انا الحمد لله كويس. يلا الحمد لله. يلا خير. سلام عليكم. المفروض نعمل ايه؟ نمشي. يلا نمشي. مع السلامه. ايه ده؟ ايه ده؟ ده صوت الولد زماره. وده صوت الواد حبيب ابني. لا عاش الفلوسنا عاش الفلوسنا عاش الفلوسنا عاش الفلوسنا عاش الفلوسنا. بس انت هو مش عايز صوت حد فيكم يا اخويا. لو ليهم فلوس عندك اديها لهم وغورهم. مش هما كسبوا الماتش؟ مش معنى ان هما كسبوا ان هما ياخدوا فلوس. كفايه عليهم المكسب المعنوي، حب الجمهور، دعوات الامهات امام الشاشات، لكن فلوس مفيش. ليه كده يا اخويا؟ انت قلبك عليا ولا قلبك عليهم؟ انا قلبي على السجاده اللي اتمرمطت وهم واقفين عليها كده هو بجزامهم المعفنه. انا هتصرف. تعالى يا ابني. هو مين اللي عمل التشكيله دي؟ خد يا واد. انت ابن مين؟ انا حماصه ابن تفيده بتاع الخضار. يا فضحتي. ليه عندي 7 جنيه من الاسبوع اللي فات؟ اطلع بره يالا بره. افندم. فيه يا كابتن؟ احنا كسبنا الماتش زي ما انت عايز وكمان 5-0. ما هو الخمسه صفر بتوعك دول هم اللي خسروني الفرقه الثانيه. خلوا الشباب لاخد التوكيلات اللي كانوا عاملينها لي. يا كوتش احنا اللي يهمنا نكسب الماتش ناخد منك فلوسنا. على فكره يا واد انت، انا اكاد اجزم ان انت مش لابس فانيلا من تحت. ليه يا كابتن؟ عشان دي مش روح الفانيلا. بره. اتسرعت يا عمرو. ده مداخله معايا جمعيه ب10 جنيه. رجعوا. لا في داهيه. وانت يا كابتن؟ احنا عايزين فلوسنا. الله الله يستر على ولايانا. فريق الكره النسائي طبعا. بره. ايه يا عمرو ما تقساش على الواد ده، ابن ناس. وبعدين ده تربيه انجليش سكول وامه ادمن معايا في الجروب. احنا مش هنخلص من العيال دي اصلا. بقول لك ايه، يعني بالراحه عليهم كده سايسهم لحسن ياكلونا. ده ادفه عيل فيهم مقاس رجله 46. تفتكري؟ اه. لا اتصرف. ايه؟ اسم الله يا اخويا. مش لازم تجودي. معلش. في ايه يا رجاله؟ في ايه يا رجاله؟ حصل ايه يعني؟ مش 100 جنيه اللي هتخسرنا بعض يعني؟ بص لقدام، تخيل نفسك في العالمية. اصرف، ما تبخلش على نفسك، ما توفرش. قول ورايا، ما توفرش وادفع 100 علشان توصل للعالمية. 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 ايوه ما توفرش وادفع 100 عشان توصل للعالمية.
معانا وانتوا طيبين، يعود عليكم الايام بالخير والصحه والسعاده بكره رمضان. ولا حموكشه يا عيون حموكشه، مشاريب السحور اللي نادى على حسابي. متشكرين يا ولع، كل سنه وانت طيب. بس اعملوا حسابكم من بكره المشاريب بعد الفطار هتبقى دوبل، يعني واحد باتنين زي ما قال الراجل ده. ايه يا بايا قرب اشتي وجاية قرب بضاعه خيموش والمعلم حريقه اتنين وينوس وتعالى بص اتنين وبس والبس يبس ايه يا بايا، عجبتك الحته دي يا نسا؟ يا عم انت بتقيس ايه؟ انت مالكش مقاس عندنا، قاس نمشي من هنا. بقول لك يا ست الكل، خدي ده لاخوكي وسلميني عليه، قولي له النجمه حقيقه بعتهولك ماشي. أهل حياتنا لازم يتيوقوا طبعا. ده ما عجبهاش. الله، سينا بعد ما اتعلقت في الحارة يا بص بقت عاملة ازاي، بقت تحفة. لا الحياة بتاعتها بقى شكلها زي العسل. كل سنة وانت طيب يا صاحبي. وانت طيب يا صاحبي، شهي رمضان ده شهي كريم، كله خير وبركات. شهي رمضان بكرة يا خيبوش. طب أقول لك سي، رمضان ده الشياطين فيه بتبقى أجازة غير متاح. علشان كده مش هننفع نعمل فيه اي مصلحه ولا اي شقاوه. لا 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 لا، مالك يا صاحبي زعلان ليه؟ ده حتى شهر رمضان ده شهر الخير وشهر الحب وشهر شهر جميل قوي يا خيبوش، ده كله خير وبركات. في ايه يا حريقه؟ ايه يا خيبوش؟ انت ليه يا حريقه محسسني ان انا قتال قتله؟ هل هلاقيها من قله الشغل ولا قله الفلوس ولا الفقر اللي احنا عايشين فيه ده؟ الله الله عليك يا نجم، عجبتك يا الله عليك يا خيبوش، ايه الحلاوه دي؟ بتفكرني بالمعلم فياويلا بتاع مسلسل مال وبنون يا خيبوش. طب ما انت بتاعي بتمثل اهو، امال عمينا فيها حرامي ليه من اول الليله دي؟ طب انا اقول لك بقى على فكره بمليون جنيه يا خيبوش. بلاش انت. طب اسمع مني وارمي بحر. اشتريت. حلو الكلام. احنا بقى نعمل خطه جديده خالص من نوعها في شغلنا، يعني نجيب طيابيزه كده ونجيب شوية مية بسكر على شوية أي أيوانات مضيوبة، نرمي بقى الهدوم الزباية دي في أي حاجة معفنة، ونبقى بقى بتوع عصير بقى قد الدنيا، نعمل بقى صوبيا وخيوب وعيق سوس و أنا؟ إيه؟ أنا أشتغل بتاع كنافة وقطايف يا رصوص وخروب؟ وعيق سوس وخيوب ماله؟ ده العيق سوس مطلوب جدا في رمضان. أنت ما بتعرفنيش ياد ولا إيه؟ عايفك خيبوش صاحبي من 20 سنة، إيه؟ يعني تاريخ ليا تاريخي برضو، أروح أشتغل في الخروب والقطايف. طيب تهت وقيناها يا عم الاجيام في مصر، صينيه كبيره وناخدها تيميعه صغننه ونعملها بس ياض بس قطايف وكنافه. اصبر ياض، هنشتغل في الشقاوه برضو. يعني ايه هنشتغل في الشقاوه؟ يعني هنجيب بومب وصواريخ. هنجيب ايه؟ بومب وصواريخ. بومب وصواريخ، هي فيك يا بايظه. يا اهل حاره الرمس الكرام، كل سنه واحنا طيبين، بكره ان شاء الله اول ايام عيد الفطر المبارك. قصدك اول رمضان؟ انا اسف معلش اتلخبطت سامحوني، بكره ان شاء الله اول ايام رمضان المبارك. لسه دار الإفتاء ما قالتش، بس أنا حاسس إن شاء الله إنه بكرة. مش بمزاجك يا ابن مبابا، هو أنت معانا ولا علينا؟ خلاص يا سيدي، هو بعد بكرة ما فرقتش، وفي كل الأحوال عايزين نعلق زينة جميلة جميلة لطيفة جميلة لطيفة لطيفة جميلة لطيفة لطيفة جميلة، ننافس كل مناطق الحتة التانية، ننافس كل مناطق الحتة التانية. يا أم ظريف يا أم محمد يا أم علاء يا أم ياسين، يا أم ظريف يا أم محمد يا أم علاء يا أم ياسين، يا أم محمد قولي لمحمد، يا أم سمير قولي لسمير، يا أم محمد قولي لمحمد، يا أم سمير قولي لسمير. واللي عايز يشترك معانا يدفع كام يا عسلية؟ 20 جنيه. معلش عسلية اتلخبط فيها، قصده 70 جنيه. معلش احنا اسفين، قصده 25 جنيه.
لان 70 جنيه كتير قوي طبعا، واحنا مش عايزين نخدع حد لان داخلين على رمضان. وانيالك يا فاعل الخير والثواب، وفي تبرع كده علشان الغلابة، حرام علينا نتم بالغلابة. والله لسه بدري بدري يا شهر السيار. دي بتاعت اخر يوم رمضان دي. معلش احنا ناسين، معلش بقى متلخبطين، علشان يومين او يوم وحنبقى صايمين، وعلشان كده هنعدل الاغنية. يلا تم البدري بدري والايام بتجري. والله بس هي نفس الاغنية. امال احنا هنقول ايه؟ اه صحيح. رمضان جانا وفرحنا. ايه ده؟ مش دي بتاعت العيال كبرت؟ بقول لك ايه؟ خدي بقى انت ربط الحبل ده عني. لا ما تدفعش فلوس. ما تدفعش ليه يا حبيبي؟ بقول لها اقصد ما تدفعش تاني. ما تدفعش ليه تاني يا ابني بتاع الكبده؟ يا زمرة اطلع معايا، دي حلوه قوي. حلوه ايه؟ طب وحد امك تنسيبك ويمشي. يلا بس 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 خلاص يا عسلية. خلاص خلاص. ايه ايه ده بقى؟ ايه ماشي يا ابني بتاع الكبده؟ يلا عشان الناس. اهلا اهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد. شوية شوية يا ابني، ما قلنا يمين الاحول ما تسمعش يا ابني. هو ايه اللي يمين شوية شمال شوية؟ واحنا بنركن الفانوس ولا بنعلقه؟ يلا روح قول للمعلم ولع يحط الفيش. يا معلمي حط فيش الفانوس عشان نشغله. ايه يا ولع الاول؟ يا ايه انا مش فاهم منك حاجه خالص. الأمينة خالص. إيه اللي نزلك تحت علينا؟ إيه الفانوس اشتغل؟ كل سنة وأنتم طيبين يا أهل الحارة. يا أهل الحارة كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وأنتم بصحة وظرافة. عمكم ظريف بيقول لكم تعالوا كبدة عمكم ظريف كلوها. يا إخوانا السحور في رمضان السنة دي بدل الكبدة فول، وبدل الفول كبدة. لا كبدة وفول إيه؟ السنة دي هنتسحر كبدة، واللي عايز يقول يقول كبدة بالخيار والفلفل. كل سنة وانتم طيبين يا أهل الحارة. مساء الخير يا بابا. مئة مرة قلت لك ما تقوليش بابا، قول لي يابا. كل سنة وانت طيب يا عم ظريف يا بابا. برضو وانت بالصحة والسلام. سلامات سلامات سلامات. ما كنت معاك في البيت خير؟ نعم. ما انا مش عايز اعكنن عليك في البيت زي ماما ظريفة، قلت ادي اعكنن عليك هنا. ماما ظريفة عكننت عليها وراحت لتيتا لطيفة. عايز مني ايه؟ انا على عربية الكبدة. عايز ايه؟ ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي موسيقى يا بابا، دي موسيقى. الهدف معنوي مش مادي. يا سيدي الهدف مادي معنوي، قول لي ايه الهدف عشان اخلص منك. احنا قررنا اننا ننور الحارة. تنور الحارة؟ الهي ربنا يولع فيكم. لا مش نولع في الحارة، احنا قررنا اننا نقلب كل بيت ناخد من كل بيت 20 جنيه ومن كل عربية كبدة وعربية فول 50 جنيه. 50 جنيه ايه؟ انا ما استفتحتش من الصبح. هما 2 جنيه. جنيه من عمرو مندو خد نص شقة، وجنيه من بلال صبري خدته بالعافية، ما بيدوناش فلوس. خدتهم عملتهم حرز، يمكن ربنا يكرمنا. ايه ده؟ دي موسيقى غذاء الروح. لا مش الموسيقى اللي غذاء الروح، غذاء الروح سندوتشات الكبدة اللي بقالها شهر. دول سندوتشين هم بقالهم شهر ونص وهتاكلهم. اتفضل. بس كفاية حرام. ايه النهاية المأساوية دي؟ الواد ده ماله؟ أنكل ظريف مساء الخير. اهلا مساء النور يا زلطه. خير والله. هما بيقولوا ان حضرتك ظريف. هو حضرتك ظريف بجد ولا هما بيقولوا كده وخلاص؟ تعال اقول لك على حاجه، سر بيني وبينك، هي ناقصاك يا اخي ناقصاك.